انا بدمي هلا مصلحه الحمام، مهنه الحمام او سوسه الحمام غير اي سوسه تاني. اي شيء ممكن انك انت تدشره او تبطله، الحمام اذا بعد 20 سنه رح ترجع تربي حمام. ليش؟ لانه سوسه الحمام نحن بنسميها بالعظم، والمربين الحمام عندهم جمله بقول لك ما عنده ريش ما بيحسن يعيش. نحن بدون هذا الطير ما بنحسن نعيش. أول طير أخذته عن طريق الفيسبوك وكان طير عادي، نحن مثلا ببلادنا بنسميه مرقوع، يعني طير عادي وطير رخيص. لقيت شخص أنا جنسيته يمكن روسي هو وبعيد عني 400 كيلو متر، لقيته عن طريق الفيسبوك واشتريت منه الحمام أنا ورحت لعنده بالسيارة 5 ساعات لروح جبت الحمام ورجعت. طبعا كان أنا موجود بألمانيا هون 3 سنين، أنا ما عندي مكان ربي فيه لأنه أنا مربي بالبيت بسوريا، انا مربي بالبيت على سطوح، فهون بالبيت ممنوع. في حدائق هون يعني مخصصه لانك انت تربي فيها حيوانات، في حدائق مخصصه لهذا الموضوع. هاي المزارع اللي هون مسموح انك انت تربي فيها حيوانات. طبعا كل نوع حيوان في له شيء خاص فيه، يعني مثلا الارنب في له بيت خاص فيه، الحمام في له بيت خاص فيه، الدجاج في له بيت خاص فيه. لازم انت مثلا تكون مطبق القانون تبع هذا الشيء وتسجل الحمام او تسجل الدجاج او الى اخره تسجله، فانت ما عندك اي مشكله. لازم انه الطير هذا يتسجل. وين بده يتسجل؟ في شيء اسمه نادي لتسجيل الحمام، وفي شيء اسمه البلديه انك انت تسجل هاي الحمام. يعني في شغلات كثير منيحه بالنسبه للقاحات، بالنسبه للطبابه، بالنسبه هلا في هون شيء اسمه رينك او خاتم او رقم للطير، فهذا انت ما فينك تجي تحصل على هذا الرقم اذا انت ما انك مسجل بالنادي. كل طير له رقم، وهذا الطير معروف مثلا لمين اينه مربي، معروف تاريخه مثلا مسجل على الرقم تبعه، معروف لاي نادي تابع. هون نحن هذا الباب اصلا ما فتحناه ولا جيت طير يعني امسكه. مثلا هذا النوع اسمه العباسي، هدول جوز عباسيات. هون الجو كتير صعب، كتير كتير صعب، يعني الجو بارد كتير، الحمام بده اعتناء اكتر من بلادنا لانه ما في شمس. المفروض الحمام مثلا تاخد مثل فيتامينات او تاخد شيء يعطيها قوة للحمام او شيء يعني يعطيها حيوية. لتربية الحمام مثلا بالشتي شوي صعبة. ليش صعبة؟ لأنه هون في عندنا نحن شيء اسمه صقر، في عندنا شيء اسمه نمس، في عندنا شيء اسمه جردون، هذا كله بيأذينا الحمام، هذا الشيء كله بيأذينا الحمام. بالشتي أنا مثلا هلأ ما فيني طالع حمام لبرا ولا دقيقة وحدة، يعني الصقر رح يجي مباشرة ويضرب الحمام. هاي الإبتاي من يومين إجا الصقر وضربها. احنا عندنا ببلادنا بيحبوا المساود، بيحبوا الشكله، بيحبوا البايمله، بيحبوا الشرابه، بيحبوا البوزله، بيحبوا العمره، بيحبوا القرقاطه، بيحبوا مثلا هلا في شيء في 3 انواع للحمام، 3 انواع. النوع الاول هو النوع الطقطوق، نحن بنسميه نوع الطقطوق، هو الطير الناعم الصغير. النوع الثاني هو الطير الخشن، الطير الحجمه كبير. النوع الثالث هو الوسطي، نحن بنسميه النغل. فالنوع الصغير في مثلا منه الشخشرلة، في منه البوزلة، في منه البربريسة، في منه الزرزار، في منه المزهر، في منه مثلا النوري. هلا في ناس كمان بتختلف شوي بالاسماء، مثلا في نوع نحن مثلا بنقول له ارباش، في ناس بنقول له جبهاوي، في نوع مثلا بتقول له قرفة للدنب، نحن بنقول له سكري مثلا. هلا في هون مربين المان عندهم طير اسمه مساود، واللي هو نفسه المساود الشامي، يعني بيقول لك هذا مساود شامي. هاي عمرية اسمه، نحن هدول بنسميهم بشكل عام بياضات. مثلا الالمان عندهم هوس اسا اكثر من العرب، بيحبوا الطير كثير. طبعا المربي الحمام يعني بيحب الطير كثير،
وما بيحب انه طيره يكون يعني منهان. لنفترض نحن نقول منهان، يعني الاكل لازم يكون من افضله، المكان يكون نظيف من افضله، الطبابي الاعتناء 100% عند الالمان اكثر مننا بيعتنوا بالطير. هلا انا صارت هي هواي وبنفس الوقت باب رزق، يعني هلا انا مثلا مرات ببيع ومرات بشتري. عندك من 3 يورو او 2 يورو حق الطير لحد ال 1000 1500 يورو. هلا السباقات هون يعني في بصير في مثل مراهنات او تحديات للمربي. النوع هو اللي بيسابقوا فيه هون هو نوع الزاجة، بقيه الانواع الحمام هون بتروح على معارض للجمال، يعني السباق تبعها سباق جمال مواصفات. ممكن مثلا انه على 100 كيلو متر انا يطلع لي جائزه نقديه لا تقل عن 5000. الطير له كاس، له ميداليه. هذا الطير الزاجة اللي كان مثلا حقه لنفترض 10 يورو بهالسباق أو بهالمرحلة اللي وصلنا الطير صار حقه 50,000 يورو. أجدادنا كان عندهم حمام، فنحن توارثنا هذا الشيء ونحن راح نورثها لأولادنا كمان. أنا بالنسبة إلي راح أورثها لابني.